مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى رحلة يومية في حلقة من حلقات البلاد اليوم التي نتحدث فيها اقتصاديا بامتياز. مشروع قانون المالية أو قانون المالية هو أو هي الوثيقة الأسمى اقتصاديا في البلاد. إذن بعد أن تم عرض هذه الوثيقة الأسبوع الماضي من قبل وزير المالية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تمت هناك نقاشات حول هذه الوثيقة المهمة التي تدير البلاد اقتصاديا لمدة سنة كاملة. تم بعد هذه المناقشات والملاحظات والتدخلات لأعضاء الكتل البرلمانية من مختلف الكتل الست التي تشكل المجلس الشعبي الوطني الجديد، تم إحالة 55 مادة أو تعديل على هذا الوثيقة، ولكن تم قبول منها 42 مادة للتعديل والاقتراحات، والتي ستكون محور ذلك جلسة الأربعاء القادم بحول الله، حيث يتم التصويت في جلسة علنية على هذا المشروع، مشروع قانون المالية، قبل أن يعرض على الوثيقة أو يعرض على الغرفة العليا وهي مجلس الأمة خلال الأيام القليلة الماضية، ثم يتم التوقيع عليه في مراسم خاصة من طرف رئيس الجمهورية عشية نهاية السنة الميلادية 2021. قبل ذلك نتحدث مشاهدينا الكرام هذا المساء عن أهم هذه التعديلات، ماذا يمكن أن تقدم اقتصاديا اجتماعيا ومهنيا لكل شرائح المجتمع الجزائري خلال هذه السنة المقبلة. إذن هذه الوثيقة المهمة الأساسية التي تدير البلاد كما قلنا اقتصاديا ستكون ربما بفوائد جمة كما رآها نواب المجلس الشعبي الوطني. ما هي التعديلات وما هي الفائدة كما قلنا من خلال هذه التعديلات 42 مادة؟ ولا ينبئك مثل خبير الذي يجيب على هذه الأسئلة حول هذه المحاور، حول هذه المواد المعروضة للتعديل الاقتراح من طرف لجنة المالية والميزانية. يحضر معي عضو من أعضائها وهو الأستاذ زهير ناصري، نائب برلماني عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. عمت مساء، أهلا بك، مرحبا. شكرا أستاذ، وشكرا على الاستضافة في قناة البلاد المحترمة، وتحية طيبة لكل مشاهدي القناة. الشرف لنا سيدي الكبير الكريم أننا يعني نستضيفك في هذه الحلقة. قبل ما نفصل في 42 مادة، ويمكن لا يمكن الوقت أن نفصل فيها، ولكن أهم هذه المواد، أولا أنتم كأعضاء في المجلس الشعبي الوطني وبالضبط في لجنة المالية والميزانية، ما هي الفلسفة التي تدور حولها هذه التعديلات؟ يعني لما تجيكم هذه الوثيقة فيها قريب 170 مادة، أنتم تخيروا بعض المواد وتعدلوها، وش الفلسفة اللي تقوم عليها هذه التعديلات؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أوجد تحية ليك ولقناة البلاد وكل الطاقم الفني ومشاهدينا في كامل ربع الجزائر الحبيبة. احنا يعني خلينا نتكلم على قانون المالية لأنه هو اللبنة الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي. كما تعلم أنه السيد الوزير الأول يعني عرض على لجنة المالية والميزانية هذا القانون بتاريخ 17 أكتوبر، وكانت هناك يعني اجتماعات ماروطانية، يعني حتى كملنا يعني البارح يعني في الأمس حوالي يعني ساعتين تاع الصباح، يعني زوج تاع الصباح احنا مازلنا خدامين في لجنة المالية والميزانية. تم الاستماع إلى عدة وزراء في كامل المشاريع القطاعية، وكامل الاستماع كذلك إلى كامل المدراء العامين في وزارة المالية. كان هناك عدة مواد. خليني نقول لك يعني يا أخي الكريم أنه هذا القانون احنا وجدنا أرواحنا في لجنة المالية والميزانية، خاصة في برلمان الجزائر الجديدة كما يسمى في الغرفة التشريعية التاسعة، أمام امتحانين صعب جدا. الامتحان الأول هو مخط عمل الحكومة، والامتحان الثاني هو قانون بحجم قانون مالية الذي ينتظر منه الشعب الجزائري وأي الظروف وأي الظروف والمواطن البسيط. قبل ما نتكلموا على يعني على قانون مالية ونتكلموا على الظروف اللي جا فيها، احنا دائما لازمنا نسموا الأسماء بمسمياتها. كما تكلمنا مع أستاذ الوزراء وطرحنا عدة انشغالات وناقشنا هؤلاء المواد التي تم طرحها مادة بمادة. خليني اليوم نصرح المواطن الجزائري انه كان فيه مواد اللي في لجنة المالية والميزانية كان هناك اختلاف فيها في كامل الأعضاء ولا مع أستاذ الوزراء. خلينا بحكم انه احنا أعضاء لجنة المالية والميزانية ما عندناش الحق أن نناقشوا مع السيد الوزير الأول في الجلسات العلنية اللي راكم شفتوها قدام ثلاث أيام. خلينا يعني السادة السيدات النواب، لأنه احنا أعضاء لجنة المالية حوالي 54 يعني عضو، ما نقدروش يعني نقرروا في مكان 350 نائب. خلينا بعض المواد الجلسات العلنية وردوهم السادة والسيدات النواب لنا، وكان هناك قبول حوالي 42 تعديل. نتكلموا على التعديلات أو المواد التي أثارت قبل ما نتكلموا أستاذ زهير على هذه المواد، أنا السؤال تاعي ربما هل لما تقترحوا هذه التعديلات، لأنه لجنة عرضت عليها 55 وتم قبول 42، أنتم على أي أساس اللجنة قبل 42؟ لا خليني لازم نصح،
اللجنة لا يعرض عليها التعديلات، اللجنة التعديلات يعرضوا على السيد رئيس المشرب الوطني ومكتب تاعه هو اللي يحيل على اللجنة ويحيل على اللجنة. نعم. احنا احال علينا 42 مادة للمناقشة، استمعنا. خليني نعطيك فكرة على الأقل المواطن. نعم. يكون يفهم. هؤلاء المواد يا صحفي المحترم، هؤلاء النواب يتكلفوا مجموعة من النواب 7 أو 8 نواب وينوب عليهم مندوب. أيوة. يأتي لجنة المالية والميزانية يعطينا المادة اللي اقترحها أو الغاها ولا اللي عدلها، يعطينا الأسباب، عرض الأسباب. أسباب من خلال يعني الغياب تاع السيد وزير الأول وزير المالية في مدينة الإمارات العربية، جاء الممثل وزير المالية هو السيد وزير الصناعة المحترم رفقة السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان وإطارات كامل وزارة المالية، يطرح السؤال على السيد الوزير، الوزير يجيبه، يعطيه الأسباب، يعطيه الإجابة. في حالة ما إذا يعني المندوب اللي جاب القانون يعني ما يتوافقش هو السيد الوزير ولا ما يتصنع، رئيس لجنة المالية يعطي حرية انه يتمسك بهذه المادة، وهذه المادة نناقشوها اليوم في هذا يعني تمت المناقشة تاعها اليوم، ولكن كي تكون هناك مناقشة تروح للجلسة العلنية يوم الأربعاء. خلينا ندي منك سبق سي زهير، انت جيتني للتو يعني تقريبا منذ ساعة كنت في المجلس الشعبي الوطني، عندكم 42، شحال اللي اتفقتوا عليها من حوالي الآن رانا في 20 مادة، ما زالت لكم 22 مادة. يعني عندنا واحد 6 مواد يعني في الشكل، عندنا 8 مواد في الموضوع، وعندنا يعني رايحين نناقشوا 6 مواد أساسية. لازم تخلصوا قبل الأربعاء، تخلصوهم قبل الأربعاء يعني أنه الأربعاء يعني الجلسة العلنية. احنا قبل ما نخلصوا الحلقة نبدأ في هذه المواد. نعم. المواد غير مرتبة حسب المقرر اللي عندكم، لأنه أنا خديت هذا الأخر من المشروع تاعكم اللي نعم. جاء أمامي. نعم. نعم. وهذه وثيقة حصرية موجودة بين أيدي. في المادة 153 فيه مطالبة بإلغاء هذه المادة بعدم قابلية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي مجزة ابتداء من 31 ديسمبر 2021. ما المغزى وما المعنى من ذلك؟ معني خلينا احنا ما دامنا نواب من الشعب الوطني، نواب البرلمان، احنا همنا وشغلنا شغل انها ندافعوا على المواطن وخاصة المواطن البسيط. معني. اليوم نبشر يعني المواطنين البسطاء يعني خاصة أصحاب يعني السكنات الاجتماعية الإيجارية أنه تم إلغاء هذه المادة بصفة نهائية. لماذا؟ لماذا؟ من أجل يعني يكونوا هؤلاء المواطنين البسطاء عندهم الحق في تمليك سكناتهم. كانت هناك مدة زمنية حددها السيد وزير سكن والعمران من المدينة، هي من 31 ديسمبر 2022. لجنة المالية بعد المناقشة ويعني كان فيها نقاش كبير يعني في الجلسات العلنية مع السيد الوزير الأول، ارتأينا أنه إلغاء المادة 153 من الأصل، ويعني يكون المواطن له حق في تمليك سكن تاعه. هل تم إلغاءها؟ إلغاؤها مادة 153. إلغاء المادة 53. 153. 153. نعم. المادة 90 تتحدث عن إعفاء تذاكر السفر نحو الجنوب الكبير في الرسم عن القيمة المضافة. ما فلسفة إلغاء هذه المادة؟ خليني نقول لك يا أخي العزيز، احنا الجزائر قارة، والجزائر ملك يعني لجميع الجزائريين من شمالها إلى جنوبها، من تبسة تلمسان ومن تيزي وزر وتمرس. يعني احنا نشوفوا في يعني سكان الجنوب الكبير خاصة في تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية فيه إجحاف في حق، ما يعقلش وإحنا فيه نواب معنا في لجنة المالية والميزانية أنه يسافر من الجزائر العاصمة لولاية جنات يعني بمبلغ حوالي 40,000 دينار جزائري، يعني 40 سنتيم. إحنا ارتأينا وشفنا أنه سكان يعني الجنوب الكبير وخاصة من عندنا هدفين في لجنة المالية والميزانية بإدراج هذه المادة. أولا تشجيع السياحة الداخلية، الجنوب الجزائري يسخر يعني بإمكانيات ضخمة سواء في جنات سواء في إليزي سواء في طمراس. إحنا من أجل تشجيع السياحة الداخلية ومن أجل رد الحق لصاحبي هما أصحاب الجنوب الكبير، اللي هذه ليست منا لأنه هذه القوانين أقرتها الدولة الجزائرية، أقرتها الحكومة، إحنا ماشيين معهم لأنه هذا من سكان الجنوب جزء منا وإحنا جزء منهم، وكي تكون هناك توافق من أجل مصلحة معينة إحنا نمشي في هذا الطريق. واش تمد من الفائدة لسكان الجنوب هذه المادة لإعفاء التذاكر؟ هو الإعفاء مش التذاكر، إعفاء الرسم على القيمة المضافة. يعني حوالي التذكرة أحسن ما نحكي لك أنت، أنا مثال بسيط يعني 30,000 دينار جزائري تنحي منها 90%، يعني في كل تذكرة تنقص مليون، ممكن يعني المواطن في الجنوب الكبير يشوف يعني مبلغ مليون سنتيم، يعني حاجة كبيرة، خاصة كاين ناس تسافر من أجل السفر مرتين يعني مرتين ولا ثلاثة، كاين ناس من أجل الدراسة، كاين ناس. احنا نثمنوا هذه المادة ومشينا فيها. وين وصلت المادة في التعديلات؟ لا خلاص جازت يعني الحمد لله. يعني الحمد لله مبروك عليها.
نمشوا للماده 137. انا استعملت معك الطريقه هذه كاننا في الجلسه يعني. معليش. نعرض ماده بماده للتصويت وانما للاجابه من طرف زهير نائب البرلماني. الماده 137 استاذ زهير تتحدث عن يعني رفع قيمه البضائع المستورده الموجهه للاستعمال الشخصي او العائلي بالنسبه للمسافرين والمجرده من اي طابع تجاري. كانت 300,000 دينار جزائري رجعتها او طلعتها ل 300,000 دينار جزائري بدل 200,000 دينار جزائري. يعني تكلم في هذا الخليل على بالك امس كان فيه حضور للسيد المدير العام للجمارك وتناقشنا في هذه الماده. يعني الجزائريين يعني يسافروا للخارج وكان هناك تحديد في يعني في هذا القانون يعني منح يعني كما نقولوا احنا 200,000 دينار جزائري. يعني احنا في لجنه الماليه والميزانيه ارتأينا يرى رفع هذه الماده لانه احنا ما نخموش على الانسان الاعزب اللي يسافر يعني من اجل يعني حاجات يعني شخصيه ولا سياحه. يعني كاين يعني تلقاه اب اسره عنده عائله مكون من عائله من 4 أو 5 أفراد يعني مبلغ 200,000 دينار جزائري خليني نقول لك يعني ما تكفيه يعني عنده ما يجيب, ما يجيب. يلوموا عليه الناس بزاف يلوموا عليه الناس لانه احنا الجزائريين كيسافر واحد ديما ننظروا له بعين يا اما روح الحج واما روح فرنسا. خليني نقول لك انه هذه الماده يعني طلعناها احنا 300,000 دينار جزائري وجا مندوب يعني امس معناه مع سيد يعني ممثل وزير الماليه طلب منا ان على الاقل تكون 500,000 دينار جزائري. الماده هذه الان مازال يعني مازلنا ما فصلناش فيها لحد الان مازال في اطار التعديل وان شاء الله يعني نحن نكونوا في توافق لانه لازم نخموا على كذلك على المصلحه تاع يعني قطاع الجمارك. السيد هذا المندوب اللي قال لكم 500,000 5,000 دينار وانتم طالبتم 300,000 يعني ما تحطوهاش وين توصل يعني؟ خليني نقول لك نحن اقتراحنا مشى 300,000 دينار جزائري. 300,000 دينار جزائري. اما بالنسبه للمندوب هذا مندوب لممثلين ونواب باش ينوب عليهم هذا ما يقولش لنا احنا لجنه الماليه. هذا طرح المشكل على الممثل السيد وزير الماليه هو وزير الصناعه وجاوبوا السيد المدير العام الجمارك والتعديل لحد الان يعني مازال نشوفوا ان شاء الله نحن نلقوا الصيغه اللي نتوافقوا فيها الجميع. هي كان ماده مهمه جدا ربما هي المفروض نخصصوا لها غير حلقه في البلاد اليوم ولا في حلقات الحصص الأخرى. المادة 187 هي متعلقة بالدعم الاجتماعي فيه آلية جديدة اقترحتها الحكومة تتعلق هذه الآلية بما يسمى الجهاز الوطني للتعويضات يعوض نقدا لأسر المحتاجة بدل أن ندعم الخبز ندعم الزيت ندعم الليسانس إلى غير ذلك. وهذه النقطة هذه تم إلغاؤها تماما أو اقتراح بإلغائها ليس إلغاء أنت الجواب عندك. الهدف أو عرض الأسباب يقول لك ربما تتعارض يعني ليس لها او اسقطت بمبرر عدم دستوريتها لانه ما تكونش فيه تكافل في فرص. اين وصلت هذه الماده؟ ثانيا ما هي الفلسفه التي تم بناء فكره الغائها؟ خليني نقول لك هذه الماده 187 احدثت جدل كبير في لجنه الماليه والميزانيه ومن خلال يعني متابعه كم المواطنين وانتم الاسره الاعلاميه في الشعب الوطني انه حوالي يعني مداخله حوالي 210 من نواب المجلس الشعبي الوطني يعني تم اثراء الماده 187. خليني نقول لك يا اخي العزيز ان الماده 187 في قانون الماليه اتت مبهمه جدا. نعم. خلينا نسموا الاسماء بمسميات. هذه الماده بشكل يعني لا نحمل الناس ما لا طاقه لهم به، هذه الماده كان مطلب يعني نواب البرلمان من خلال مناقشه عمل الحكومه. ونتكلموا اليوم بلغه الارقام حتى في حملات انتخابيه تكلموا عليها يعني خلينا اليوم نشرح المواطن على الاقل يكون يطمئن وتكون عنده فكره عن الماده 187 اللي اثارت جدل وما زالت تثير جدل كبير. الماده 187 اتت مبهمه لانه نواب البرلمان من خلال مناقشه مع كاين 255 نائب طلب من السيد الوزير الاول يعني من خلال مخطط عمل الحكومه انه يتم رفع الدعم على المواد هذه المستعدة خاصة لأنها ما تروحش للأسر اللي يحتاجها. نحن شفنا من خلال تجربة قفة رمضان من خلال تجربة قفة يعني المحفظة المدرسية ولا الدعم نشوفوا أنه ناس يعني ديناصورات نشوفوا يعني باللي راه من ناس اثرياء يستفيدوا من الدعم يعني مع ناس معوزين وناس في امس الحاجه. ما يعقلش اليوم في جزائر جديدة في جزائر 22 أن واحد يتحصل على راتب 30 مليون سنتيم يشري الخبز بنفس السعر اللي يشريه مواطن يتقاضى يعني 2 مليون سنتيم ولا 1.5 مليون. احنا لسنا عذرا على المقاطعة لأنه فيه سيف يسمى سيف الوقت. ألقاك بعد الفاصل لو سمح. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من البلاد اليوم، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال هذه الحلقة من البلاد اليوم والتي نناقش فيها التعديلات المقترحة التي أدخلت على مشروع قانون المالية 2022 فيه 42 تعديل. ناقشنا مع ضيفي في الجزء الأول مجموعة من المواد ووصلنا إلى أهم مادة تثير الجدل تثير الاهتمام بالنسبة للمواطنين وهي المادة 187 تتعلق بالدعم الاجتماعي. حتى نفسر أكثر ما هو هذا الدعم الاجتماعي، حقيقة أن الدعم الاجتماعي هو تلك المواد التي ربما يتقاضى أو يقتنيها المواطن الجزائر ليس بسعرها الحقيقي كالخبز كالزيت وغيرها من المواد، يعني ليست هي المادة أو سعرها ليس حقيقي لأن الدولة تتكفل بذلك الفرق الذي تشتريه حتى من الاستيراد أو من الإنتاج المحلي. اليوم المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المجلس يتحدثون على هذه المادة بضرورة إلغائها، سنعرف ذلك من خلال الإجابة مع ضيفي دائما في البلاطو الأستاذ زهير ناصري نائب برلماني عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. أهلا بك من جديد سيدي الكريم. شكرا أستاذ. العفو، حتى نطيل سيدي الكريم، كنت تتحدث عن فلسفة إلغاء هذه المادة. ماذا أنت قلت باللي أنه ليس من المعقول واحد يدي 30 مليون يدي دعم اجتماعي، الحكومة تتحدث على هذه الآلية الجديدة الجهاز الوطني، أنتم بالنواب تقولون الغيوها لماذا؟ لا خليني أقول لك يا أستاذ، فيه نواب كان اقتراح لإلغاء هذه المادة، المادة لحد الساعة لحد الكلام لحد الساعة لم تلغى هذه المادة. خلينا نتكلموا لأن المواطن لازم يطمئن. احنا نعرفوا الدولة الجزائرية هي عندها سياسة اجتماعية هي حماية القدرة الشرائية، هناك دعم يعني في من خلال دعم الأسعار ولا دعم يعني كما الامتيازات الجبائية. المادة لم يتم إلغاؤها لحد الساعة، لكن احنا اقترحنا على السيد الوزير الأول وزير المالية شو الفلسفة؟ لم يتم إلغاؤها. تطالبون بالإلغاء. الذين يطالبون لماذا؟ لماذا؟ لأنه كي تقرأ يعني بعض نواب البرلمان والأغلبية يطالبوا بإلغاء المادة 187 عندهم 5 أسئلة نطرحهم اليوم في هذه الحصة. أولا من هم الأسر المؤهلة؟ ما هي الدوائر الوزارية المعنية بهذا الإجراء؟ يعني للأسر المؤهلة، هل نواب البرلمان بغرفتيه سواء من الشعب الوطني ولا مجلس الأمة حاضرين لوضع هذه الكاريزما؟ الحاجة الثانية، هل الخبراء الاقتصاديين، هل ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين موجودين، هل ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين موجودين؟ نحن لم يتم إلغائهم. احنا اقترحنا على السيد الوزير الأول وزير المالية انه يعطينا ميكانيزم وإجراءات لهذا الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات للأسر المؤهلة. شكون هما؟ هل أسر يكون هناك تحويلات نقدية مباشرة، تكون هناك دعم آخر ولا لا؟ لكن لازم هناك نصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار فئات الأسر المستهدفة معايير التأهيل للاستفادة من هذا التوضيع وكذا كيفية التحويل النقدي. كلامك من ناحية تقنية من ناحية الأكاديمية مفهوم، نعم. ولكن الذي ربما يتساءل وأنا كصحفي لازم أطرح الأسئلة على المواطن. يقول لك الأمر سهل بسيط، لما يتقاضاش أجر وطني ولا عنده تاع هذا كما نقولوا الشماره تاع البطالين نعطيوه مبلغ نقدي معين، قال نعطيوه 2 ملايين 3 ملايين والامور سهله، اين الصعوبه في ذلك؟ هذا هو بيت القصيد. انت قلت لي اللي ما يكون عنده شماره نعطوه مبلغ 3 ملايين، عندما يرفع الدعم على هذه الفئات ولا الاسر المعوزه الدوله رايح يعني تستفيد من 17 مليار دولار، لكن الاسعار اللي كانت مدعمه وتستفيد يعني من جبايات يعني من الجبايه يعني سعر السكر اليوم وسعر الزيت وسعر القمح راح يكون هناك تبع للسوق، سعر البنزين سعر المازوت. هل تكفي انت مبلغ 3 ملايين؟ لازم خبراء اقتصاديين، احنا ما نلعبوش بالمواطن البسيط. انا ما نقدرش نضمن اليوم في البرلمان انه هذا البطال كي نرفع عليه الدعم نعطيه مبلغ 5 ملايين يعني سنتيم ولا 50 الف دينار جزائري تكفيه. احنا حابين هناك تكون اليات منظمه، يكونوا هناك خبراء اقتصاديين. نعطيك مثال، تفضل. اليوم انت نشوفوا هناك يعني غلاء فاحش في الاسعار قبل رفع الدعم. المواطن اليوم اللي متزوج وعنده طفل ولا طفلين يعمل هو والزوجه تاعو 50 الف دينار وهي تدي 50 الف يعني مبلغ يعني 10 ملايين سنتيم، وهو وتعرف انت الكراء في العاصمه يعني مرتفع جدا كاري ب 6 ملايين، يعني قداش تفضلوا في طبعا هل يدخل هذا الدعم ولا لا؟ لازم نتكلموا اليوم
لغه للمواطن البسيط طمنه. احنا حابين الفئات المعوزه والاسر هذ من المؤهله اللي يستفيدوا من الماده 187 يكونوا الناس محتاجين، لانه الناس اللي مستفيدين هذوما هم الاسر الميسوره من الدعم هذا. حابين احنا نحافظوا على المواطن تاعنا البسيط، لانه احنا نواب في المشروع الشعبي الوطني قبل ما تكون نائب، هذه امانه ومسؤولين عليها امام المولى عز وجل. وصلت الفكره 10 على 10. استاذ زهير، ما مصير هذه الماده؟ لحد الان رانا نتناقشوا في يعني في هنا التعديل، يعني تم طرحه امس يعني المندوب يعني النواب من خلال الجلسه العلنيه. انا يعني احتراما لك سيدي الفاضل واحترام لقناه البلاد المحترم واحترام يعني المتفرج في قناه البلاد، اليوم راني خرجت من يعني من هذه التعديلات، جئت الى قناه البلاد المحترمه، ومن بعد نكمل ان شاء الله نرجعوا التعديلات ان شاء الله من الغد الثلاثاء ولا الاربعاء ان شاء الله، يكون يكون مشروع ليس تمهيد، يكون مشروع تكميل. شاكرين لك هذا السعي. شكرا لك، لانه العمل مشترك. احنا الهدف تاعنا اطاره هذه النقاشات حتى يعني نوضح للمواطن. نروح الماده 169 تتحدث عن ضحايا جزائريين لمركبات تم يعني جلبها بوثائق يعني مزوره ولكن وفي حتى رسميه، ولكن ضحيه حسن النيه وراح هي في المحشر والناس امورها متعطله وكان حتى يروحوا للسجن. كيف مصير هذه الماده وما مفهومها؟ لا هذه الماده تم يعني الاتفاق مع السيد المدير العام للجمعيه، خلينا نفهموا على الاقل المواطن في هذه الماده. هذه الماده نحن بالنسبه للنواب نشوفوها مكسب، لانه الضحيه هذا اللي اشترى مركبه من الجزائر او جاءت من فرنسا ومن المانيا، هذا لا يعلم الغيب ان هذه المركبه مسروقه، ولكن من خلال مناقشه مع السيد يعني اغلب يعني هؤلاء يعني حسن نية. القضايا نعم حسن النيه هو حسن، لا القضايا مطروحين على العداله، وانت لازم تعي جيدا ان القرار العداله الجزائريه وهي مستقله يخرج القرار باسم الشعب الجزائري ولا تعليق على قرار العداله. لا تعليق، احنا تكلمنا مع السيد المدير العام من اجل تسهيل وتبسيط الاجراءات للناس اللي ما راحوش العداله ويروح هناك حل يعني حل ودي انهم يدفعوا غرامه ماليه صغيره ويتحصل على سيارته، الا القضاء اللي خرج عن نطاق العداله لانه لا 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 شيء يعلى فوق القانون. نعم. الماده 12 بالترتيب يعني غير مرتبه، ولكن تقريب يعني وصلنا للماده 12 وهي الضريبه على اصحاب المهن الحره غير التجاريه بمسمى للمحامون اللي تشكل يعني عائق بالنسبه لهم عندهم تنقلات، وفيه يطالبون انتم بتحديد يعني وتحديد كما اسلفت ضريبه جزافيه خصوصا بالنسبه للمحامين، وانا الايام هذو راني نعاني مع المحامين في واحد القضايا. تفضل. والله بالنسبه للساده والسيدات المحامين يعني بعثونا اقتراحهم، وجاء يعني ممثل السادة والسيد المحامين يعني لجنة المالية والميزانية قبل الدراسة وعطانا يعني الإجراء اللي كذا. خليني اليوم يعني نتكلموا لغة بشكل لا نبخس الناس أشياء. أنا يعني عيب كبير انه يعني بعض رجال القانون ولا اصحاب الجبهه السوداء اللي يعني يكونوا لهم يعني الحق يعني اصحاب الحق في الدفاع، انه يعني الممثل يقول فيه 26,000 محامي ما يدفعوش الضريبه. لماذا؟ هو هذا الممثل تاع السادة المحامين، لانه يقول لك يروح يتاسس يعني بالمحفظه تاعو يعني ما يدفع لا ضريبه ولا شيء. هما تم فيه اقتراح انه تكون الضريبه يعني يقتطعوها من المنبع. الاقتراح جميل جدا ولا غبار عليه، خاصة أنه أي محامي يتأسس في قضية معينة لازم بصح لازم نفرقوا على الرسم على الطابع والرسم على القيمة المضافة. أولا بالنسبة للسادة المحامين، وزارة المالية في يعني هي في المديرية العامة للضرائب هي دارت نظام جبائي جديد يسمى نظام الحقيقي المبسط، خليني نفهم فيه، هو لروجيم سوميريال وش خدمته هذا؟ هذا بكل المهن يعني سواء الغير مهنيه والغير التجاريه، هي مخصصه للساده المحامين، للساده المهندسين، للساده الموثقين، البائعين بالمزاد والمحضرين القضائيين. حبينا وش حبينا نقولوا؟ هذه الماده انه تكون فيها يعني على الضريبه بالنسبه للساده والسيد المحامين يكون هناك تسقيف في الاسعار. احنا متضامنين مع الساده المحامين، لكن من خلال يعني الاراء اللي ناقشناها في لجنه الماليه والميزانيه وحضور اطارات وزاره الماليه، حابين بسعي من لجنه الماليه والميزانيه للمشروع الشعبي الوطني انه نفتحوا حوار مباشر
مع منظمه المحامين كامله، مع المديريه العامه، نقابه المحامين، مع المديريه العامه للضرائب، باش كي نخرجوا من حل وسط حتى لا يضيع اي حق، سواء الساده وسيدات المحامين اللي نكون لهم كل الاحترام وطلبات مخذينها بعين الاعتبار، وكانت هناك نقاش واستمعنا امس في لجنه الماليه والميزانيه لمندوبين يمثلوا 20 نائب في هذا القانون، وكانوا ساده وسيدات محاميين، وكان هناك نقاش مباشر بينهم وبين السيده المديره العامه للضرائب. حنا حابين هذا القانون باش يعني نقص الاعباء على الساده وسيدات المحاميين، لكن يكون في اطار قانوني وتكون هناك عداله ضريبيه، لانه ما يحقش انه محامي يتاس في قضيه يدي مبلغ يعني 50 مليون سنتيم، ومحامي يعني يتاس في قضيه يدي مليون يعني مليون ولا زمنين ويخلصوا يعني الامام الرسم على معليش وصلت في المده 119 مكرر 2 اقتراح استحداث الرسم التضامني من اجل المساهمه في صندوق الكوارث الطبيعيه نجانا الله منها والاخطار التكنولوجيه. قال لك التجار يدفعوا 1000 دينار جزائري، تجار الجمله 5000 دينار، والاجانب 10000 دينار جزائري. تم سحب هذا الاقتراح تماما، وانا اسحب السؤال. سيد الكريم، نشوفوا بعض النقاط الاخرى في حديث كبير طويل. خليني نقول لك واحد المادة سي إيه، خليني عبالك الجزائر قارة، عبالك عندك ولايات جنوبية كبيرة يعني مع الحدود في ليبيا ومع موريتانيا، وعندك في الشرق الجزائري مع دولة ليبيا ومع دولة تونس. كان هناك مادة 97 مكرر جديدة، خليني نطمن يعني 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 الولايات أنت تعرف أنه هؤلاء الولايات يعني الحدودية يعني مهمشين. كانت هناك مثلا تلقى يعني بلديه حدوديه يكون فيها يعني مركز تجاري خاصه في الجمارك، نحن ادرجنا هذه الماده، هي تخصيص الحصه لفائده صندوق التضامن وضمانات الجماعات المحليه مباشره للبلديات الحدوديه يعني كاملين. احنا على موعد مع الانتخابات، هذه ممكن يعني للاميال الجدد مباشره للبلديات الحدوديه التابعه نفس الولايه بالتساوي للمساهمه في تنميه الشرق الحدود. سيدي الكريم، بالنسبه للجبايه يعني لما نسالك تقول لي ما كانش فيه ضرائب جديده المواطن ولا لا؟ ما فيش فيها يعني مواطن لا يعني الضرائب المباشره للمواطن. لا خلينا نتكلموا على اليرجي يعني لا ما كانش يعني نتكلموا على الضرائب، ما قلتوش على ما فيش يعني ما فيش دوك رايح لك اليرجي. الضريبة على الدخل هذه تشكل دائما عندي سؤال من عند المتقاعدين، يعني واحد صديق متقاعد قال لي ديما اسال الضيف تاعك في العضو اللجنه الماليه، هاد الناس هادو هل تقيسهم نتاع اليرجي اللي نقصوا اليرجي الناس المتقاعدين لو ريتريتي قيسهم ولا لا؟ بيان سور، ها هو يخلص يبقى معليش. بالنسبه للاخرين يعني هل فيه رفع يعني النقطه الاستدلاليه واش كاين في المشروع؟ خليني نقول لك، اما بالنسبه احنا في قانون الماليه ثمنا، ومن هذا المنبر نشكر السيد الوزير الاول وزير الماليه على هذا الاقتراح فيما يخص لامبو دو ريفوني جينيرال ليرجي ولا الضريبه على الدخل، لانه فيها فئه كبيره بزاف راح يتوشي هذا يعني هذا يعني زياده في الاجور. لكن لازمنا واش نقولوا اليوم، النقطه الاستدلاليه في النقاش الاول مع السيد وزير الاول وزير الماليه يعني من خلال عرضه مشروع قانون على لجنه الماليه والميزانيه وسع على البرلمان، نقطه استدلاليه هي يعني قرار رئاسي سيد من السيد رئيس الجمهوريه يعني لم تدرج في قانون الماليه، وهذا يبقى قرار سيد الرئيس. هل فيه مناصب ماليه جديده خصصت لها غلفه ماليه في قانون الماليه الجديد؟ نعم. هل فيه مسابقات توظيف؟ خليني اقول لك، احنا بالنسبه من خلال يعني قانون الماليه يعني نبشروا الشباب وخريجي الجامعات الجزائريه وخاصه اصحاب عقود ما قبل التشغيل في انه هناك راح يكون ادماج ان شاء الله يعني عندهم مخصص المالي تاعهم، خصصنا لهم يعني مبالغ ماليه ضخمه. صحيح، تكلمنا مع السيد وزير العمل ما زلت لي باش ما يلوموش عليا، دائما يسقسوني يبعثوا لي الشبكه الاجتماعيه والنشاط الاجتماعي اصحاب لاضي ياسر لاضاس قاسيهم كيف يعني المصير تاعهم، لانهم يسالوا دائما يعني اللي ما عندهمش الميزات الماليه في قانون الماليه هذا المشروع في حديث عن ادماجهم. لا فيه مشروع، لكن خليني نقول لك هي اولويات الحكومه دارت برنامج للتشغيل في هذا القانون الماليه سواء فيما يخص الجامعات المحليه ولا خاصه في المؤسسه الاقتصاديه. احنا طلبنا لانه لا يعقل انه في الجزائر حوالي 200 الف يعني شاب بطال يوميا، وخاصه هؤلاء الشباب محتاجين. راح نختم الوزراء سؤال فقط، بالنسبه انا تقريبا غطيت البرلمان من 2017 نمشي تغطيه يعني هذه المجالسات وكانت تتم بطريقه معروفه، هل تبدلت العقليه اليوم في القصبه؟ والله خليني نقول لك العقليه تبدلت في القصبه ومن غير القصبه،
الجزائر الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية ونحن نتاج قانون انتخابات أقره السيد الرئيس، من هذا المنبر من لم يشكر الناس يشكر الله، نقدم الشكر للسيد الرئيس. شكرا. احنا في لجنة المالية لم يكن هناك يعني علينا أي ضغط وخدمنا يعني وفرت لنا كامل الشروق، ونشكر السيد رئيس لجنة المالية وأعضاء لجنة المالية. حبيت كلمة برك في الختام، الوالدة راهي في المستشفى مريضة عندها حوالي 5 أيام، ندعو من يعني ربي سبحانه يرفع لها الضر ويعني يدعو لنا الشعب الجزائري وأمهاتنا المسلمين كامل المسلمين. شكرا لك الأستاذ زهير ناصري، أنت عضو لجنة المالية والميزانية والنائب البرلماني، على كل هذه التوضيحات والتفسيرات. نلقاكم فرصة قادمة بحول الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام من فريق العمل، أجمل التحايا مني أطيب المنى، سلام.